السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. تعرفون بهلول؟ بهلول ما هو جحا، بهلول. أكثر الناس يعتقدون كلمة بهلول تنطبق على الرجل المجنون أو المسكين أو اللي يعني لا قوة له يعني، أو أنه لا عقل له يعني. لكن البهلول، بهلول هذا رجل كان فلتت زمانه، ويقال أنه كان يسوي حاله مجنون، ويقال أيضا أعقل المجانين. ينطبق عليه البيت اللي يقول الشاعر سعد علوش: من الذكاء انك تسوي نفسك احيانا غبي، بس الغباء انك تذكالك على ناس اذكياء. هذا بهلول. في عهد هارون الرشيد كان هارون الرشيد يحب بهلول، وكان يستانس في الجلسه معه يعني، لانه ينصحه ويعطيه النصيحه بالعظم عليه. ابى اذكر لكم احداث صارت على هذا الرجل اسمه بهلول، وانتم عاد قرروا ان هذا غبي ولا ذكي. هارون الرشيد يوم من الايام طالع للبر أو يتفسح الرجال، وشاف بهلول وسلم عليه، وبهلول عطى هارون الرشيد من النصايح اللي بالعظم، وكان يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، دير بالك لا تظلم أحد، ترى أنت بشر حالك حالي، ومردك القبر وبالتحاسب على كل شيء سويته يا هارون. كان بهلول ينصح هارون الرشيد نصايح مباشرة على طول يعني، ما في بالوجه يعطيه. حد البطانة يعني: شوف يا هارون الرشيد، أنا ترى أحبك. حاول إنه يضرب بهلول، فهارون الرشيد قال: على شحم وانثبر لا أدوس عرض. خلص بهلول قال: يلا يا هارون الرشيد أنا بروح، تبي شيء؟ قال: لا أنت تبي شيء، هذه بغداد كلها، اطلب اللي تبيه. وش تبي؟ قال: يا هارون بطلبك 3 طلبات وما منك بعدها شيء. قال: أبشر على الخشم، آمر وش تبي؟ قال: أول طلب أبيك تطول عمري. هارون الرشيد قال: والله ما أقدر أطول عمرك، هذه بيد الله سبحانه وتعالى، أنا ما بيدي شيء. ثاني طلب: أبيك تفكني من عذاب الآخرة. هارون الرشيد قال: والله أنا ما بيدي، هذه بيد الله سبحانه وتعالى، أنا ما بيدي شيء. ثالث طلب: قال له: يا هارون أبيك تدخل الجنة. هارون قال له: الجنة والنار ما هي بيدي، بيد الله سبحانه وتعالى. رد عليه بهلول وقال له: إذن يا هارون الرشيد لا حاجة لي بك، أنت ما منك فائدة، بدل ما تفيد الطلبات هذه أنا ما بيك، السلام عليكم. راح بهلول وهارون الرشيد منصدم من بهلول، وقال: هذا معقول مجنون؟ والله حنا المجانين، هذا مجنون. الموقف الثاني: في وحدة تزوجت واحد غني في عهد هارون الرشيد، وجابت منه ولد. هذا الولد ضاع، ولقيته وحدة واخذت هذا الولد، قالت له: من أبوك من أمك؟ وهذه الحرمة اللي لقيته يعني متزوجة وما عندها عيال، أخذتها وربته عندها، وتدري وين أبوه وين أمه، بس منطقة بعيدة، لكن هم كلهم بغداد لكن منطقة ثانية. الولد كبر وصار عمره 20 سنة كذا يعني، وهي ربت له 13 سنة. سمعت أن أبوه مات، وأبو الولد هذا غني وترك ورث لأمه شيء خيالي، فراحت هي ودت لأمه، راحت لأمه الولد ومعها الولد، قالت له: هذه أمك، أنا ربيتك أنت مولدي، هذه أمك، أمك الغنية هذه، روح عيش عند أمك. أم الولد لما شافت الولد عرفته، وقالت: هذا ولدي، وعرفت أنه ولدها، قالت: لا لا لا، هذا مولدي وأنتوا نصابين وهذا نصاب. هي ليش اجحدت ولدها؟ لأن ما تبي ولدها يارث معاها من الورث اللي أخذته من زوجها. قالت: الحين اعترف أنه ولدي ويأخذ من الورث ويروح لهالي اللي ربوه، ما هذول اللي هالي ربوه أكثر مني. لا يا حبيبي، أنت منت ولدي. اكبرت السالفة والقضاء ابتلش، هذا تقول ولدها وهذا تقول مو ولدي، فحولوا هذا القضية إلى هارون الرشيد بكبره. راح الولد ولربته وأم الولد إلى هارون الرشيد. بهذه اللحظة بهلول كان موجود عند هارون الرشيد. الوكاد هارون الرشيد قال: خير، شو السالفة؟ قال: يا طول العمر، هذه الحرمة تقول هذا ولد هذه، والحرمة تقول لا هذا مو ولدي، شوف الحل، وهذه تحلف إنه مو ولدها، وهذه تحلف اللي ربته إن هذا ولد هذه. هارون الرشيد ابتلش، هذه تحلف وهذه تحلف،
بهلول جالس قاعد راغب الحدث، قال يا أمير المؤمنين تسمح لي أتكلم وحلك الموضوع هذا كله؟ قال لأنت، قال لي، قال حل. بس يا أمير المؤمنين أنا راح أقولك الحل بس راح يتطبق، لا تقولي ما يتطبق. وغمز هارون الرشيد قال يتطبق واللي تبيه سوى يا بهلول. قال هذا الولد نعطيه 1000 دينار وقصر. قال له تم، نعطيه يا بهلول ويتزوج الحرمة هذه اللي هي مني اللي هي أمه، لأن الحرمة اللي ربت الولد على ذمة رجال وهذه زوجها متوفي. فبهلول قال نزوج هذا الولد للحرمة هذه. وافق هارون الرشيد قال خلاص زوجناه، يلا جيبوا المليك وأنا هارون الرشيد أنا شاهد وبهلول نشاهد وخنزوج هذا الولد بهذه الحرمة. اتفقنا اتفقنا، جيبوا المليك. الحرمة أم الولد لما شافت الدعوة صارت جد، خلاص هارون الرشيد أمرني يتزوجها. قالت يا أمير المؤمنين هذا ولدي، وأنا ما قلت إنه ولدي، ما قلت إنه ولدي، خفت إنه يأخذ من الورث ويعطيه الحرمة هذه. خلاص هذا ولدي راح أعطيه الورث وراح أعترف فيه وكالله غفور رحيم. بهلول هذا حل المشكلة ب3 دقائق. يوم الأيام هارون الرشيد كان يبيحط بهلول قاضي بس إنه رفض. بعد هالكلام هذا كله اللي سمعته عن بهلول، انت شو تقول؟ بهلول ذكي ولا مجنون؟ سلام عليكم.